السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تبشير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. النهاردة يا جماعة نتكلم عن دعاء جميل جدا، يحميك من بطش كل ظالم. هذا الدعاء له قصة حدثت مع خليل هذه الأمة. طبعا احنا عارفين خليل الله سيدنا إبراهيم له شبيه في هذه الأمة، نعم، فهو ليس سيدنا إبراهيم وإنما هو سيدنا وإمامنا أبو مسلم الخولاني. استدعاه أبو الأسود العنسي، كانت القصة في اليمن في خلافة أبي بكر. قال أبو الأسود أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع، مش سامع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال إذن تسمع، يعني لما جيت أقول لك أنا رسول الله عملت نفسك أطرش وما سمعتش، ولما قلت لك هل محمد رسول الله قلت نعم. وكررها عليه 3 مرات ثم أشعل نارا كما فعل النمرود ابن كنعان مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، لدرجة أن سيدنا عمر لما، طبعا القصة طويلة لا داعي لذكرها، لكن لما كان سيدنا عمر يقابل أبو مسلم الخولاني كان يقبل يده ويقول له مرحبا بخليل هذه الأمة، ثم ألقاه في النار. حديث عند البيهقي بسند صحيح إن شاء الله، يقول والله ما احترق منه شيء. الشاهد إنك يعني حينما ثبت هذا الرجل نجاه الله تبارك وتعالى من هذا الظالم الذي يبطش به. طبعا انا مش بقولك لما تيجي تترمي في النار، لا 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 مش كده. ايه المشهد او ايه المغزى اللي ناخده من المشهد ده؟ ان انت حينما تلجأ الى الله تبارك وتعالى بكل ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى سوف ينجيك الله تبارك وتعالى من ظلم هذا الظالم. حينما يكون قلبك عامر بالإيمان وأن هذا الظالم لن يظلمك إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، والله سوف ينجيك الله. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.